أن نكتب HTML. فبكل بساطة يمكننا مثلا أردت أن أكتب مثلا ديف معينة، أو باللغة العربية يعني قسم معين، سيكشن معين. فبـ HTML الشيء الذي أكتبه بكل بساطة أكتب هكذا ديف HTML وأغلق الديف. إذا هذا هو HTML بسيط يفترض أنك أنت تعرفه. فإذا الشيء الذي يجب أن تتذكره هنا أن هذه الديف يتم هذا اسمه open tag، فتح هذه الديف وإغلاقها مهم جدا. الشيء الثاني بالإغلاق أن يمكنك بـ HTML أن تكتب مثلا هنا أي شيء بداخل الديف ضمن الفتح والإغلاق. أيضا يمكنك أن يكون هنالك تاج مثلا HTML مغلق بنفسه، يعني مثلا الـ horizontal line بـ HTML يتم إغلاقه، لا داعي أن تكتب هكذا بـ HTML، لا يمكن أن تغلقه بنفسه، يكون يعني self closing، يتم إغلاقه بنفسه، هذا تاج HTML مفتوح ومغلق. فهذا الشيء الآن سأخبركم لماذا تحدثت عنه. لكن فكرة الآن أن بـ HTML إذا أردت أن أفتح قسم معين مثلا أكتب بداخله مثلا paragraph، أكتب this is text وأغلق الباراجراف، مهم أن أغلقه. فإذا هذا هو HTML. هذا الشيء بووردبريس كيف يتم كتابته بالمحرر الجديد؟ إذا لاحظتم أن هذه الديف التي لدي يتم إحاطتها بهذا التعليق، لاحظوا وتعليق ال HTML كيف يكتب بهذا الشكل، هذا تعليق HTML صحيح، لكن الآن ووردبريس تستخدمه ك open و close tag، يعني التاج المفتوح والمغلق. فهنا ما الشيء الذي سيتم كتابته بووردبريس؟ لاحظوا له اسم معين، هذا الاسم ووردبريس colon group، يعني عفوا هنا يتم الكتابة بهذا الشكل ووردبريس colon group، جيد. وكما اتفقنا أن هذا مغلق، فبالتالي هذا يجب أن يتم أيضا إغلاقه. فكيف يتم إغلاقه؟ بكل بساطة تكتبه نفسه بهذا الشكل وتغلقه. لاحظوا كيف تم إغلاقه من هنا بهذا الشكل. فطبعا مرة أخرى انظروا كيف نفسه، لكن يوجد لدينا هنا سلاش، فإذا هذا هو مغلق. فهذه هي نفس فكرة، لاحظوا نفس فكرة HTML، أنا أفتح الديف وأغلقها، أيضا بـ WordPress tag أنا أفتح التاج وأغلقه، مهم جدا، مهم جدا هذا الموضوع. طبعا ربما أنا مثلا أريد أن أفتح التاج وأغلقه بنفسه، فبكل بساطة أكتب هكذا مثلا هنا اسم التاج name of tag، أو مثلا WordPress tag name مثلا وأغلقه بهذا الشكل، هذا مغلق، نفس فكرة الـ HR الذي تم إغلاقه بنفسه. أنا الآن الشيء الذي أعلمك إياه هو السينتاكس، طريقة الكتابة. فبي ووردبريس ستجد الكثير من هذا النسق، لدينا HTML ومحاط بكومنت HTML الذي هو ووردبريس تاج أو غوتنبرغ تاجز. وأيضا بالنسبة للباراجراف، لاحظوا بالباراجراف أيضا يتم إحاطتها بووردبريس تاج، فإذا أو غوتنبرغ تاج. فمثلا هذا لاحظوا تم إحاطتها بالفعل، فإذا أرتب لاحظوا تم هذا الباراجراف العادي تم إحاطته أيضا بتاج، فإذا دعونا نكتبه هنا كتدريب. فنفتح تاج ال HTML، نحن أسميناه كومنت HTML لأنه يشابه كومنت ال HTML، لكن هو ليس كومنت هنا، هنا له معنى. وبالتالي هذا اسمه ووردبريس باراجراف، وبعد نهاية الباراجراف أقوم بإغلاق هذا الباراجراف، جيد؟ فإذا الآن هذا إذا قمت مثلا بنسخه مثلا، ودعوني أعد إلى هنا ليب، لا أريد، أضفت مقالة جديدة. هذه المقالة لاحظوا تمت وضع المحرر الشفرة البرمجية، مثلا سأسميها هذا اختبار أو تعلم أو كتابة مكونات ووردبريس نوعا ما، ليس دقيقا، وأقوم بلصق هذا. لاحظوا طبعا أتمنى أن لا يوجد به خطأ، إذا عدت المحرر المرئي لاحظوا يقول هنالك خطأ، أعتقد كتبت شيء خطأ ربما. إذا الآن سنرى، إذا يمكن أن نقوم بمحاولة إصلاح المكون، وسيقوم ووردبريس
تصحيحه لنا إذا كتبنا شيء خطأ. فالآن لو عدنا مجددا إلى هنا مثلا محرر الشفرة البرمجية، سيتم إصلاح هذا الخطأ، أو لنرى ما هو كيف أصلح الخطأ. إذا كتبت شيء خطأ أنا، فأريد فعليا أن أصححه. فإذا لاحظوا، أول شيء WordPress Group ها هي كتبها بشكل صحيح، لا مشكلة بها. الديف أضاف لها كلاس، أنا لم أضف لها كلاس، لا مشكلة. بالنسبة للباراجراف، باراجراف ها هو كتبته بشكل صحيح. بالنسبة للباراجراف HTML أيضا كتبته بشكل صحيح. إغلاق الباراجراف، هل أغلقته بشكل صحيح؟ نعم أغلقته بشكل صحيح. وإغلاق الووردبريس جروب أغلقته بشكل صحيح. فأنا كتبت بشكل كله كان بشكل صحيح، لكن ما الشيء الذي أضافه هنا لدي ووردبريس؟ هو أن كتب هنا كلاس أضاف ووردبريس بلوك جروب، هذا هو الشيء الذي كتبه. فلو أنا قمت بالنسخ مرة ثانية، قمت باللصق لنرى هل سيكون هنالك خطأ يا ترى؟ لا يوجد خطأ. فالخطأ الذي اعتبره ووردبريس بكتابتي ليس هو السينتاكس، لكنه الخطأ الذي اعتبره أنه لم أضف كلاس ووردبريس بلوك جروب. فما قصة هذا؟ ما قصة هذا الكلاس؟ يعني القصة هي التالي، أن الآن ووردبريس فعليا أصبح ووردبريس، تطوير ووردبريس لم يعد كالوقت السابق. مثلا أنا يكون لدي مثلا HTML معين، وأقوم مثلا بتحويل، بجعل الأشياء الديناميكية بهذا ال HTML، مثلا HTML لعشر مقالات، فيكون لدي كود ل HTML لعشر مقالات. فإذا أردت تحويل هذا الكود ل WordPress بالطريقة التقليدية، هو أنني ماذا أفعل؟ أخذ عنوان المقالة، أخذ نفس ال HTML، أضيفه لفور لوب، وكل عنوان مقالة بهذا ال HTML أضيف لها عنوان function WordPress الخاص بعنوان المقالة. جيد؟ فهذه هي الطريقة التقليدية، لكن الطريقة الحالية ليست كهذا. فإذا أردت مثلا أن أعرض 10 مقالات WordPress، أو دعنا نقول مقالة واحدة، فأنا أحتاج مكون من المكونات. فالمقالة ما الشيء الذي تتكون منه؟ تتكون مثلا من البوست تايتل، تتكون من البوست كونتنت محتوى المقالة، وعنوان المقالة. عنوان المقالة هو مكون، محتوى المقالة هو مكون. لا مشكلة إذا لم تفهم ما أقول، لأن هذا مجرد الآن كلام وليس شرح فعليا عملي، يعني أنت لا أمامك. لكن الفكرة التي يجب أن تضعها برأسك الآن، أن كل شيء بووردبريس الآن أصبح مكون. جيد؟ حتى ووردبريس يعرف أن هذا المكون خاص بي، هذا مكون ووردبريس. فكل مكون من مكونات ووردبريس يتم إحاطتها بهذا التاج الذي يفهمه ووردبريس، ويضيف له هذا الكلاس الذي يفهمه ووردبريس. فإذا الآن أصبح لدي هذا النص، طبعا هذا النص إذا أردت أن أعرف هذا باراجراف بداخل ديف، إذا أردت أن أعرف مثلا لدي هنا بالمحرر ما هي الأشياء التي لدي، كل بساطة أقوم بالنقر على هذا النظرة عامة. أنا فعليا جدا جدا معجبة بهذه الخاصية التي اسمها نظرة عامة حول المستند، لأنها بداخل ترى فيها كل أشياء بالمستند. طبعا إذا كنت أنت تتعامل مع مثلا إليمنتر وباني الصفحات إليمنتر، فهذا مشابه لمسار التنقل، مسار التنقل الذي يعطيك كل الأقسام، هذا مشابه له، نفسه فعليا اسمه list view، يعطيك كل الأشياء الموجودة هنا. فإذا لاحظوا، أول شيء موجود هي هذه الدب المحاطة، والتي اسمها بووردبريس مجموعة، وبالتالي كان اسمها هنا ووردبريس جروب، وتم إعطائها كلاس، كل الكلاسز للمكونات تبدأ بووردبريس داش بلوك ثم اسمها، فهذا اسمها جروب. جيد. ولدينا هنا فقرة، الفقرة هي عبارة عن باراجراف. طيب هذه المجموعة إذا قمت أنا بالنقر هنا، سأجد الإعدادات الخاصة بها. فووردبريس تتيح لي يعني كل مكون له إعدادات، إذا قمت بتغييرها يتغير الشكل، يتغير اللون، يتغير حجم الخط، كل شيء، بادينج، الهوامش الداخلية، الهوامش الخارجية، تباعد المكونات، كل هذا تتيح لك ووردبريس التحكم بذلك، ويتم إضافته لهذا ال HTML الذي لدي. وبالتالي ليس لدي PHP أبدا، يعني أصبح الآن ليس لدي PHP، الآن فقط لدي
HTML، هذا الـ HTML يتم تمرير له الخصائص. فمثلا هذه المجموعة أريد مثلا، لاحظوا هذا الترس، هذا يعني إعدادات. فالإعدادات، هذا الإعداد لن أتحدث عنه، سأتحدث عنه لاحقا ربما. هنالك مثلا خاصية أن تضع المكون الملتصق في أعلى الصفحة، لا يهمني هذا الموضوع، وأشياء هنا لا تهمني مرة أخرى. هنا لدينا هذا الستايل، لاحظوا هذا الستايل يمكن من خلاله تغيير لون خلفية هذه الدب ولون نص هذه الدب. فإذا أردت تغيير لون الخلفية مثلا، هنالك ألوان خاصة بالقالب، موضوع آخر نتحدث عنه بجلسة أخرى. كما قلت، ووردبريس الحالي فيه الكثير للتعلم، فبالتالي ربما نحتاج أسبوعين حتى نغطي الأساسيات بهذا بووردبريس الحديث. فهذه من القوالب وهذه من الافتراضية، يمكن أن تختار أي لون الآن لا يهمني، فمثلا أخضر مثلا، فإذا الآن أصبح هذا لونه أخضر. الشيء الذي يهمني كمطور، هذا ظهر بالشيء الأخضر، ممتاز لا مشكلة بذلك، يمكن أن أعرض المقالة وأراها وأرى أيضا أخضر. فإذا الشيء الموجود هنا نفس الشيء الموجود هنا، يعني الشيء الموجود بالمحرر نفس الشيء الموجود بالواجهة الأمامية. والشيء الذي أردت أن أتحدث عنه، كيف يحدث هذا بالكود، هذا الشيء الذي يهمني. فمرة أخرى أذهب للمحرر الشفرة، فإذا لاحظوا الشيء الذي حدث، لم يتغير شيء بالباراجراف، لاحظوا نفسه الباراجراف، لكن تغير الشيء لاحظوا بووردبريس جروب، هذا الشيء الذي تغير. دعوني أقوم بنسخه، أنسخه وأدناه هنا حتى نرى، ما رأيكم؟ حتى نرى الفرق يعني. بالحالة الطبيعية أنا قمت فقط بفتح تاج بالحالة الطبيعية فقط أنا فتحت تاج الجروب فقط. لكن الشيء الذي، وهنا لدينا الديف مع الكلاس الافتراضي، الشيء الذي حدث فقط لأنني قمت بتغيير لون الخلفية، الشيء الذي حدث مرر جيسون اوبجكت لتاج لجروب وأضاف كلاسز للديف. هذه الكلاسز التي أضافها هذا، أن has green background color و has background، أنا هذه الكلاسز لم أكتبها بنفسي، يعني لم أضع مثلا في ملف CSS has background هكذا وأغلقت وكتبت مثلا background، مثلا background color مثلا pink، أنا لم أكتب مثل هذا الشيء. هذا الشيء بكل بساطة، الشيء الذي قمت به من خلال المحرر، اخترت لون الخلفية، لكن ووردبريس أضاف هذا الشيء، هذه الكلاسز. من أين جاءت هذه الكلاسز؟ كون هذا الشيء تم تطبيقه هنا، فهذا يعني أن هذه الكلاسز وهذه الرولز التي تقول أن باك جراوند جرين موجودة في مكان ما، من كتبها؟ ووردبريس كتب. فإذا هذا الشيء أصبح جديد بالنسبة لدينا. فإذا الآن لنرى هذا، فإذا قمت أنا بإنسبكت إليمنت، ولدينا هنا ووردبريس بلوك جروب، هذا هو الافتراضي، ولدينا هنا هاز جرين فيفيد جرين، فيفترض هنا أن نرى. فإذا لاحظوا، ها هو الكلاس ووردبريس مرة أخرى أضافه بنفس، أنا فقط اخترت اللون من المحرر، ووردبريس اهتم بالباقي. فإذا هذا هو الشيء الحديث بووردبريس. لاحظوا هذا الكلاس الذي اسمه has vivid green، هذا نفسه هذا، وفيه لاحظوا background color هو أخضر، لكنه استخدم ال variable أكتب فيها ملاحظة أنا يجب أن أتحدث فيها وقت لاحق، ال variable خاصة ب WordPress، هذا أيضا موضوع آخر، لكن الفكرة أن ال background color هو green نوعا ما أو أخضر. طيب هذا الشيء أين تم إضافته ب بووردبريس؟ لاحظوا تم إضافته بإنلاين ستايل، يعني إذا قمت بالنقر هنا لاحظوا سيتم إضافته بإنلاين ستايل، أو مثلا أكتب فيو بيج سورس وأبحث عنه has vivid، ها هو لاحظوا هذا هو. وفقط أنا أريد أن أريكم أين هو تم تطبيقه فعليا، لا أريد أن أضيع بالسطر، فلذلك هكذا أعتقد أن ضغط بالسطر، لا ها هو، هذا هو السطر صحيح. فإذا هو لاحظوا تم إضافته بـ inline style، هذه الستايل الموجودة هنا، هذه اسمها inline، جيد. تعرفون أن style inline يمكن أن تكون مع element، أو يمكن أن تكون بتاج style في بداية، تعرفون هذا الموضوع، أو يمكن أن تكون external بستايل شيت. طبعا ووردبريس هنا لم يضعها بستايل شيت، وضعها بانلاين بتاج الستايل، واعطاها اي دي ان هذه هي الجلوبال الستايل.
ولماذا هذه الجلوبال ستايل؟ لماذا؟ لأن ذهبنا إلى الخلفية مرة أخرى، لون الخلفية. هذه الألوان موجودة للتو بووردبريس، هي الألوان الافتراضية، وبالتالي كل واحدة منها وكل واحدة من ألوان القالب التي يحرفها القالب المثبت والألوان الافتراضية، هذا كلها لها ستايل اسمه has مثلا green background، has black background، has كذا background، وكل هذا لها هذا الكلاس، لها كلاس يعني لها. لكن لو أنا مثلا هنا اخترت لون آخر ليس ضمن هذه الألوان موجودة هنا، مثلا اخترت مثلا هذا اللون ليس موجود ضمن الألوان الافتراضية، وذهبت إلى الشفرة البرمجية، محرر الشفرة البرمجية، لاحظوا هنا طبعا أنا كنت أقوم بالتغيير على دعوني أقوم بالتحديث حتى أذهب التغييرات وأعد للمحرر المرئي وهنا والمجموعة، وبالمجموعة أريد اختيار لون الخلفية لون مختلف، لون مختلف مثلا ليس أزرق، مثلا هذا اللون غير موجود من هذه الألوان. فإذا الآن مرة أخرى لو قمت أنا بمحرر الشفرة، فالشيء الذي سيحدث أن WordPress Group لم تمرر كلاس، لا يوجد هنا لدي كلاس اسمه مثلا has yellow أو اسم اللون يعني الذي أنا اخترته، لأنه ليس معرف ضمن الألوان الافتراضية وليس ضمن ألوان القالب، لكن WordPress أضاف هنا inline style مع ال element، يعني مع ال element نفسها inline style. هذا سأتحدث عنها بعد قليل، لكن دعوني أكمل هذا الكود الذي كتبناه هنا. فمجرد أنني أحدد لون الخلفية للنص، فووردبريس سيضيف كلاس has background وسيضيف كلاس has color إذا كان هذا الكلر من الألوان المعرفة. هذا بالنسبة للديف، وهذا الشيء يعني ماذا؟ شيء نعرفه، يعني شيء خاص بـ HTML و CSS كيف تعمل. إذا أردت مثلا أن أضيف كلاس معين للديف ففقط أضيف هذا من الكلاسز، يعني ليس موضوع جديد. لكن الموضوع الجديد هنا هو أن بالداخل تاج WordPress Group، هذا التاج بداخله قام WordPress بتعريف بوضع JSON Object، وبداخل هذه JSON Object أضاف الأشياء، الإعدادات، التغييرات التي قمت بها على هذا العنصر، هذا المكون. فأضاف الباكجراوند كلر كذا، جيد، هو اسم الباكجراوند كلر، وبمجرد بالووردبريس جروب كان لدي هذه الخاصية، تم تمرير كلاس هاز كذا وهاز باكجراوند. فهل هذا صعب؟ هل هذا صعب أم يعني الأمور أصبحت يعني لا أعرف هل هذا صعب؟ أنا أعرف أن هذه معلومات كثيرة جدا كثيرة جدا، و ووردبريس تغير كثيرا، يعني ليس حتى التغييرات، حتى قبل التغييرات كان ووردبريس صعب التعلم، الآن مع التغييرات أعتقد أنه صعب تعلم التغييرات، لكن عندما تعرفها سيصبح كل شيء سهل وكل شيء منظم، لأن أصبح الووردبريس هو عبارة عن مكونات وليس مثلا صفحة، لا هو ليس صفحة الآن، مثلا كل صفحة هنا مثلا هذه صفحة، في الوقت السابق كنا نتعامل مع هذه الصفحة أنها هي صفحة المقالة وانتهينا، لكن الآن أصبحت مكونات، لدينا هيدر فوتر، والهيدر فيه مكونات مثلا نافيجيشن، هذا أيضا مكون اسم الموقع، المقالة هي مكونات التي هي عنوانها ومحتواها، عنوانها مكون، محتواها مكون، ومثلا هذه التعليقات أيضا هي مكون، هذه الأشياء الموجودة هنا أيضا هي مكون، كل شيء مكون ويمكن أن تعامل معهم بشكل منفصل. فهو شيء سهل لكنه صعب أن نعتاد عليه في البداية. فإذا الآن لموضوعنا، هذا الكود نفسه سأقوم بنسخه وأخذه إلى هنا. فإذا لاحظوا الآن أنا اخترت لون ما باله هذا اللون، اخترت لون غير الألوان المعرفة. فووردبريس ماذا فعل هنا في هذه الحالة؟ طبعا هنا يجب، لماذا يوجد هكذا؟ أعتقد أنني لم أنسخ بشكل جيد أو ماذا؟ نعم، أنا مشكلة بالنسخ الخاص بي. فإذا هنا WordPress Group تم فتح التاج، بالجيسون أوبجكت تم تمرير ستايل، والستايل تم تمرير له color،
والكلر تم تمرير له باك جراوند وثم اللون. فدعونا نتحدث عن هذا. هذا أيضا هذه المعلومة تفيدنا ب theme.json. فعند تمرير style جيد، فإذا أردت أن أغير شيء بالكلر باللون أي شيء color بالCSS، نحن نعرف أن الكلر خاصية الكلر تغير اللون النص فقط، لكن هنا بوردبريس الكلر عندما نقول color يعني يمكن أن يغير كل لون أي شيء. فبالتالي إذا أردت تغيير لون الخلفية فأنا أيضا أتحدث عن color، ومن color ما الشيء الفعل الذي أريد تغييره هو الباكجراوند، وما هو اللون الذي أريده. مثلا يمكن أن أكتب هنا red. فإذا هذه الستايل التي ترونها أمامكم هي هذا الشيء الذي أنا كتبته. فجيسون الطريقة التي تعامل بها جيسون هو أن بداية يبدأ جيسون بفتح كيرلي براكتس وإغلاقها أكيد، وجيسون كل يتكون جيسون من كي وفاليو. الكي هنا في حالتنا هو الستايل وبينها طبعا نقطتين رأسيتين، وهنا لدينا هذه الفاليو. طبعا الفاليو يمكن أن تكون شيء كهذا يعني string، ويمكن أن تكون object أخرى، وهذا الشيء في حالتنا قمنا بفتح object أخرى هنا لدينا. فالكي مجرد فتحنا JSON جديد أو object جديدة، فبالتالي نحن نحتاج key وفاليو. الكي الجديدة هي الكلر، ومرة أخرى هذه الكي الجديدة قيمتها ليست، يمكن أن تكون قيمتها هكذا جيد، لكن هي ليست كهذا، هي تحتوي object أخرى. طالما فتحنا object أخرى فيجب أن يكون لها key وvalue. إذن الكي هنا هو background، والvalue مثلا يمكن أن تكتب red. فلماذا هذه تكتب بهذه الطريقة؟ لأن هذه شرحتها لك الآن، وهذا اللون هو اللون بالهكسة وفقط. لكن عند التمرير لكون هذا الكلر غير موجود بالكلر المسجل بالموقع، فتم إضافة هنا فقط كلاس، فقط كلاس has background، والستايل هنا تم إضافته بشكل inline مع الإليمنت. فإذا الآن إذا حدثت المقالة ورأيتها مجددا، لاحظوا هذا اللون الذي اخترته. مرة أخرى سأقوم بإنسبكت إليمنت، فإذا هذه هي الإليمنت. لاحظوا هذا هو هذه الديف وهذا الباراجراف، والديف لاحظوا تم تمرير لها الستايل باك جراوند كلر كذا فقط. فإذا هنا هذا إنلاين ستايل مع الإليمنت. طبعا المعلومة رقم واحد أن التاجز المكتوبة هنا هذا من فتح تاج من فتح ال من فتح هذا الكومنت جروب والجيسون اوبجكت والباراجراف والاغلاق، وهذا لا يظهر في الفرونت اند، لكن يتم حفظه بقاعده البيانات. فاذا لنذهب لقاعده البيانات، اريد ان اريكم قاعده البيانات كيف يتم الحفظ بقاعده البيانات. هل هذه كلمه اسمي؟ لا اعتقد هذه كلمه المرور. فاذا اذا ذهبنا الى ووردبريس بوست، واخر بوست هنا لدينا هذا هو، إذا قمت بإدت له فإذا لاحظوا هذا هو البوست الذي لدي. طبعا هكذا حتى تروا بشكل أفضل. لاحظوا هذا الشيء الموجود هنا في هذه المقالة كشفرة برمجية هو الشيء الذي يتم حفظه بقاعدة البيانات. فإذا هذا هو، لكن عندما يتم ريندر لهذا على الفرونت أند فهذه التاج الووردبريس جروب الباراجراف لا تظهر جيد، ولكنها تأخذ فائدتها، تأخذ مفعولها يعني، فهي تنفذ الإعدادات الممررة إليها لكنها لا تظهر هي بنفسها يعني.